افترض انه هيلعب النهارده في ماتش جنوب افريقيا او زامبيا، فلغايه لما يرجع خلينا نروح لكريم احمد في او زيمبابوي مش زامبيا، جنوب افريقيا وزيمبابوي هيلعبوا النهارده بالليل، فممكن شويه يبقى بره الحسابات. لكن نروح للنادي الاهلي ونروح للزميل كريم احمد نطمن على تمرينه الاهلي النهارده. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولضيوفك الكرام ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. واحده من المراحل الصعبه هيخوض فيها فريق النادي الاهلي عدد كبير جدا من الماتشات بعد فتره توقف، واحنا انا شخصيا يعني بحط ايدي دايما على قلبي من فترات التوقف دي، بحس انه لغايه لما ترجع تجيب فورمتك والانسجام والفورمه اللي كان عليها اهلي قبل التوقف شويه الى حد ما بتاخد وقت. فاتكلمنا على تمرينه الاهلي النهارده، عارف انه الدوليين ما مش موجودين، لكن السكواد الاهلي اللي موجود فيه عدد كبير جدا من اللعيبه الاساسيه والمهمه، واذا كان برضو في غيابات قد تكون موجوده في مباراه فاركو على الاقل، يهمنا نعرف منك اخر التفاصيل والتطورات. بالتاكيد طبعا مباراه فاركو هي المباراه الانطلاقه لفريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله، كانت فتره كبيره جدا يعني ما فيهاش مباريات، ويمكن كمان ذكرنا مباراه النجوم الاخيره الوديه كان فيها مكاسب بالتاكيد. المجموعه اللي كانت متواجده فيها مكاسب كثيره جدا للجهاز الفني على المستوى البدني على المستوى التكتيك، الراجل بيحاول ان هو يشوف كل اللعيبه اللي بيقولوا في التدريبات بيطبق ازاي، اللي بيقولوا في المحاضرات بيطبق ازاي، فما اعتقد الراجل قدر ان هو يقف بشكل كبير جدا على كل اللعيبه اللي شاركت في مباراه النجوم، واحده المباريات اللي كانت مهمه جدا في ظل الاطار التحضيري لفريق النادي الاهلي استعدادا للمرحلة القادمة، مرحلة مليئة من المباريات، مرحلة فيها تلاحم كبير جدا للمباراة. فان شاء الله باذن الله سكواد النادي الاهلي المتواجد، روتيشن اللي بيتعمل، كل لعيبة النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون في قمة تركيزها ويكون الانطلاقة بمشيئة الله من مباراة فاركو. النادي الاهلي مستمر في تدريباته، النهارده التدريب بدأ في تمام الساعة 6، لسه كمان الناقص العددي متواجد مع فريق النادي الاهلي النهارده، يمكن شايفين الثلاثي من قطاع الناشئين احمد عابدين 2006 ومحمد عبد الله 2006 ايضا كمان وحارس المرمى جريشة، الراجل بيحاول ان هو يستعين ببعض بعض اللاعبين لسد طبعا الفراغ والنقص العددي، لكن كمان اكيد بنقول الحمد لله للسلامه على كل طبعا لاعبي النادي الاهلي العائدين من منتخبنا الوطني. يمكن في بعض المعلومات او يمكن كمان ذكرنا مع كابتن خالد بيبو امتى لعيبتنا هتنضم، يمكن كابتن خالد بيبو من خلال شاشه قناه النادي الاهلي صرح لنا ان يمكن لعيبه المنتخب هتكون متواجده يوم الخميس، الراجل بيحاول ان هو يديهم يومين زياده شويه راحه، يكون في فصل، يكون في التقاط للانفاس، لان الحقيقه كان مجهود كبير جدا للاعبينا في منتخبنا الوطني، الطقس شفناه، الجو، السفر، كل الامور دي الحقيقه بتحتاج ان انت تساعد اللعيب ان هو يكون في فصل، وفي نفس الوقت لعيب يكون داخل بدوافع متجدده ومجهود كبير ان شاء الله من خلال التدريبات. فان شاء الله غدا هيستمر النادي الاهلي في تدريباته، هيكون ايضا بدون الدوليين على ان يكون بعد غد ان شاء الله سكواد النادي الاهلي بالكامل. والنقطه الاهم زميلي احمد ان انت تطمن على المجموعه كلها، الحمد لله كلمنا طبيب النادي الاهلي او رئيس الجهاز الطبي دكتور احمد جاب الله على اي حد يكون بيشكي من اي شيء، اجهاد، كدمات، الحمد لله كل لعيبتنا اللي راجعه من منتخبنا الوطني الحمد لله سليمه بنسبه 100%. يتبقى طبعا الاختيار الفني مين هيكون في القائمه، مين هيتواجد في المباراه لمستر كولر، اللي اكيد بيكون في تاني كبير جدا لكل اللعيبه اللي شاركت بنسبه كبيره جدا في الدقائق في المباريات، في لعيبه شاركت، لعيبه ما شاركتش، فالراجل هيحاول ان هو يوزع الادوار بشكل كبير جدا على كل لعيبه النادي الاهلي. تدريب الحقيقه النهارده جرعه تدريبيه قويه، فيها جزء بدني، فيها جزء تكتيك، شايفين بعض الامور الخاصه بشوتنج على المرمى، مستر كولر مقسم المجموعات التدريبيه بشكل دقيق جدا على ان يكون طبعا قبل المباراه بيوم يكون الحمل التدريبي قليل شويه، ومنها ان شاء الله لمعسكر مغلق استعدادا لمباراه فاركو. وكمان يمكن في نقطه مهمه جدا زميلي احمد، الناس اتكلمت على ان ممكن مستر كولر والجهاز الفني يكون في معسكر في الاسكندريه نظرا لقرب المباراتين سواء مباراه فاركو او مباراه الاتحاد، انا باكد لك هذا الامر مش هيبقى في معسكر، هيبقى في المباراه، لعيبه النادي الاهلي هترجع هتقضي تدريبات ثم تعود من جديد الى الاسكندريه استعدادا لمباراه الاتحاد. اللعيبه الحقيقه يعني شبعت معسكرات زي ما بنقول، ويمكن ده كان امر مهم جدا، والكلام كان على انه ما يبقاش في رحلتين سفر، لكن احنا عارفين طبعا كريم انه بمناسبه العيد كل سنه وانت طيب، كل سنه وكل الشعب المصري والامه العربيه بطيبين وبالف خير، فيمكن عشان كده الناس تبقى موجوده طبعا مع اسرها تحتفل بالعيد الاضحى المبارك، وفرصه كمان للاعبين ترتاح، لان الحقيقه انا متوقع وشايف انه حقيقه حمل كبير جدا على اللعيبه اللي جايه من لقاءين خصوصا الدوليين، انت عندك مع منتخب اولمبي كريم دبيس وحمزه علاء، بيرسيتاو مع جنوب افريقيا، دول لسه النهارده منتخب اولمبي هيلعب مع جنوب افريقيا مع كوت ديفوار، وجنوب افريقيا مع زيمبابوي، فدول لسه هيلعبوا النهارده، لعيبه منتخب مصر جايه من رحله طويله جدا، فبالتالي تحدي كبير، مشكله بالنسبه لمارسيل كولر بالتاكيد.
بالتاكيد زميلي احمد، طبعا يعني بيبقى فيه شعور بالملل شويه من كثره المعسكرات، رغم اكيد الوعي الكبير والخبرات المتواجده، لكن لابد يكون في فصل، لابد يكون في راحه، فعشان كده بناكد هذه النقطه. لكن بعيدا عن كل هذه الامور، الحمد لله الامور طيبه جدا مع فريق النادي الاهلي، الاستعدادات ماشيه بشكل طيب، تدريب الحقيقه النهارده ماشي بشكل طيب جدا. بنامل ان شاء الله، بنتمنى باذن الله ان شاء الله باذن الله يستمر النادي الاهلي في تركيزه الكبير مع مستر كولر لاختيار ان شاء الله باذن الله المجموعه او القائمه باذن الله لتشارك مباراه فرق، واحده من المباريات المهمه جدا. لكن ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في الجميع تكون انطلاقه ويستعيد النادي الاهلي سلسله الانتصارات من خلال مباراه فاركو. في اخبار عن عوده بيرسي تاو وانضمامه، يعني هل هيلحق يكون موجود مع الاهلي قبل ماتش فاركو ولا بعيد عن؟ يعني هبدا معاك قبل بيرسي تاو الحقيقه بوسام ابو علي. هبدا معاك بوسام ابو علي. الحقيقه يمكن عرفنا طبعا وسام الكدمه القويه، وسام متواجد في القاهره، ويمكن خلاص يمكن حتى الكابتن خالد بيبو ايضا كمان دكتور احمد جاب الله شكره طبعا للجانب الفلسطيني والجهاز الطبي بشكل كبير جدا على الاستيعاب ان هو يكون متواجد، وسام متواجد هنا يمكن من لحظات انهى الجلسه الخاصه بيه. هي كدمه قويه الحقيقه، لكن يعني من الواضح هتستغرق شويه من الوقت. يعني احنا قلنا قبل كده 10 ايام، ويمكن كمان بيكون في اربع او خمس تدريبات او ثلاث تدريبات مستر كولر بيحاول ان هو يديهم لاي لعيب راجع من اصابه، لكن هنعدي مباراه. لكن مباراه فاركو اكيد بالتاكيد هو مش موجود فيها، مباراه الاتحاد هننتظر، مباراه الداخليه. لكن بشكل عام ان شاء الله وسام يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي خلال الفتره القادمه مع المجهود الطبي اللي بيبذل. بيرسي تاو مع المباراه ومع العوده الامور ممكن تبقى صعبه شويه، ممكن يتدرب تدريب واحد، فمباراه فاركو بالنسبه له ايضا كمان فيها صعوبه بالنسبه للجهد البدني والمجهود البدني الكبير. لكن مستر كولر معودنا بالمفاجات، فمنتظرين بس بيرسي تاو يعود نشوف حالته البدنيه عامله ازاي، وان شاء الله باذن الله كل الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي. اي اسئله لزميلنا كريم؟ كابتن عبد الله، كابتن احمد، كريم بشكرك شكرا جزيلا. ده كان يعني كل التفاصيل متعلقه بتحضيرات الاهلي لماتش فاركو، وماتش صعب بكل تاكيد، ومستر مارسيل كولر مدخل في حساباته حاجات كتيره جدا، وعندي اسئله كتيره في موضوع فاركو ده. مش بس فاركو الحقيقه، المرحله اللي جايه 9 ماتشات لعبهم الاهلي في الفتره اللي جايه بدايتها من يوم 14 كلهم ماتشات.